اسمعوا هذا الزلمة عم يروج. شو هذا؟ شو عم يعمل؟ شو عم يعطيك؟ شو عم يعطيك؟ كأكلنا صورني هون. من طبيب إلى تاجر مخدرات، منذ حوالي شهر انتشر هذا الفيديو لاقتحام شبان أحد المستوصفات في منطقة القب طرابلس، ضابطين أحد الأطباء أثناء قيامه ببيع حبوب مخدرة لأحد الأشخاص. ليس الفيديو المعروض سوى عينة عند هاليزي تفشي الإدمان على أدوية الأعصاب والمهدئات والمسكنات. فريق العمل الجمعية بطرابلس عم بيقولوا لي في أكثر من حدا، مش بس شخص، عم بيبيع للمدمنين أدوية يستعملوها محل الإيروين، لأنه هيدي الأدوية تحتوي على مادة مسكنة بنسب عالية. يعني إذا بنجي بنفحص نسبة الأوبيوم فيها الأفيون بتلاقيها نسبة كتير عالية. وبذات الوقت في أدوية السعلة، مادة الكودين بقلبها كارثة، في أدوية وجع عليهم الظهر وعدة أشياء. هيدي الأدوية انعملت لحالات نادرة بعلاج الأشخاص بكل دول العالم. هاي أدوية صعب كتير توصلي لها إلا بلبنان. عنت في دكان سمين اليوم ببيعك، بتقولي له أعطيني دواء بيعطيك. الاستحصال على الأدوية المذكورة سهل إن من جهة بيع الوصفات الطبية أو بيع الأدوية من دون وصفة بالأساس، فالأخبار يشيب لها شعر الرأس. بلا مدام أنت عم تاخدي مورفين، بتقلي أنا جاي لمحل الغلط، أريد جمعية جاد شبيبة ضد المخدرات، بس أنا مني مدمنة مخدرات، أنا بياخد دواء بس. كيف مدام ما هي الدواء اللي عم تاخديه ومخدر؟ بتقلي لا حكيم، أنا وصف لي في وصفة طبية. أكيد أستاذ، بتعطيني الوصفة الطبية بتقري مزبوط، حكيم وصف لها نص حبة لمدة أسبوع قبل النوم، صارت تاخد 4 حبوب قبل النوم، وإلا 2-3 بتروح على زيت الصيدلية بزيت الرشيتة، بعدها بتجيب دواء. هودي الأدوية مفروض يكونوا بخزينة بقلب مستشفى، حكيم مسؤول عنهم، ببلغ وزارة الصحة، وزارة الصحة بتقارن الكمية مع الشخص المستعملهم. مش هيك يعني، منا عم بتصير القصة بلبنان هيك. في عندي ممرضة بمستشفى من 2، قلت لها وين بتجيبي انت حقهم؟ يعني معيشك كله ما بكفي ولادك، معيشي امك عندك بالبيت و... قلت لي انا بعمل ابر ماي للمرضى عندي وباخد انا الابر بتعطيهم انا. حكيم تاني شفناه ميت بحمام مستشفى، هو مسؤول عن الغزينه تبع المورفين، ميت والابر بايده. العالم يتجه بحسب الحواط نحو الادمان على المخدرات المصنعه اي الحبوب أكثر من المخدرات التقليدية، ويحذر الخبراء من الاستخدام غير الطبي للأدوية الموصوفة طبياً، ما يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة. أكبر برهان عملية الكابتاجون بلبنان، آخر 3-4 سنين لبنان لقط 150 مليون حبة كابتاجون، يعني واللي بينلقط إعلامياً يقدر ب 12% فقط. يعني تخيلي بلد مثل لبنان قديش عم ينتج وحده حبوب مصنعة مخدرة. هون أخذنا قرار السنة لنعمل حملة توعية والتشدد على بيع هيدي الأدوية اللي كانت منومة مهبطة مسكنة في كتير أصناف، وبلشوا المدمنين يستغلوها. المسؤولية تقع على عاتق وزارتي الصحة والداخلية لفتح هذا الصندوق الأسود من دون خوف، فعدد مدمني المخدرات الباحثين عن الخلاص في أدوية الاكتئاب والمهدئات يثير القلق.